طبعا برايم النجوم. حبيت نذكر اللي اليوم باش تصير القرعه نتاع شكون باش يربح الكهرباء نتاع ديمونش حنبعل. طبعا القرعه باش تصير على الساعه 6 مساء بحضور عادل المنفذ المهتم بعمليه القرعه. من هنا لك الوقت راهو تنجموا تشاركوا وتبعثوا اس ام اس، لانه ايقاف المسابقه باش يتم على الساعه 6 مساء. لذلك نحب نرحب بالاستاذ محمد الطرابلسي عادل المنفذ المهتم بالقرعه والمشرف على القرعه، الاستاذ محمد الدليجي. مادام يجي هو هاو صوتي انا مبحثه الكليماتيزور. سمية الحضراوي مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. كلمه لجمهورك اللي يتفرج فيك تو. مرحبا بالناس الكل يتفرجوا فينا. مهوته سي مختار، انت عبد الرزاق مش غريبه عليك انك تعملنا ايميسيون في غرغور القايله. دونك فرحانين نحن ملمومين في القايله في السخانه هذه باش ندخلوا برشا فرحه للتوانسه. سي محمد زاده ان شاء الله يستحق. سي محمد باش يربح كهرباء. وي وي هاني قعدت بحذاه. سومه تقريبا 60 مليون قعدت بحذاه. بعثت انت اس ام اس سمية؟ علي ما تشاركش بالحديث حقا. على كل نبدا بسي محمد الطرابلسي عدل المنفذ المشرف على القرعه. اي وقتاش توفى بعثين الاس ام اس سي محمد؟ بعثين الاس ام اس مازال متواصل حتىش عمليه القرعه اللي هو باش تكون في حدود الساعه 6 مساء ان شاء الله. الساعه 6 مساء الناس الكل تنجم تبعث لي اس ام اس وتنجم باش تقوي حظوظها في الربح من هنا حتىش للست. يلا كيفاش باش تتم عمليه القرعه؟ عمليه القرعه باش تتم بصفه اوتوماتيكيه على النظام الخاص على الحاسوب لاختيار عدد 5 ارقام، رقم اصلي واربع معوضين في صوره ما فيش رقم. رقم اصلي واربع معوضين في صوره ما تحصلناش على الرقم الاول 5 مرات نلتجئ للرقم الثاني بصفه بترتيب هلية. هلية. يعني الرقم الاول نتصل به 5 مرات، اذا ما تمش 5 مرات الاتصال به، اذا ما اذا كلمنا ندخلوا معاه طبعا في الحوار وفي اعلان النتيجه، اذا ما كلمناش نتعداو للثاني الرقم الموالي. الرقم الموالي نتاع القرعه. الرقم الموالي، الرقم الموالي زاد نتصلوا به 5 مرات. 5 مرات. 5 مرات هذا حسب نظام قانون اللعبه اللي هو هكا مكتوب عنده. مكتوب بالطبيعه يلزم يكون 5 ارقام، واحد اصلي واربع معوضين، في صوره ما تحصلناش على الرقم الاصلي نتعداو للرقم الموالي كيف كيف 5 مرات نتصلوا به وهكذا دواليك. استاذ الرقم الاصلي اللي باش نتصلوا به اللي في القرعه باش يخرج لنا كيفاش باش يخرج لنا؟ خلي الساده المشاهدين يفهم. باش يخرج لنا بطريقه اوتوماتيكيه، عندنا نظام نتاع اعلاميه قدامنا هو اللي يعمل التيراج بصفه اوتوماتيكيه، يخرجوا 5 ارقام نتصلوا بالرقم الاول في الريجيم بعد بصفه مباشره ونشوفوا نتبعوا اذا كان هز علينا 5 مرات او يكون هو الفايز، اذا كان ما هزش نتعداو للرقم الموالي. هو سواء في الريجي ولا هنا نجم زاد الاتصال يتم من هنا لانه يعني كله مرتبط ببعضه. اما 5 نقيزات ولا 5 مرات نعاودوا نطلبوه؟ 5 مرات نعاودوا نطلبوه، نطلبوه المره نقزيت. الاولى ما هزش هاك 5 نقيزات قالك. اه 5 مرات معناها كيفاش؟ نطلبوه المره الاولى ما هزش نتعداوه المره الثانيه. ما هزش نتعداوه المره الثالثه. يعني 5 مرات نعاودوا نشفريو. باش ياخذوا حظوظ الكل كما نظام المسابقه. يعني دونك باش تنصح المشاهدين انت توا المشاركين في الاس ام اس؟ ننصح جميع المشاهدين محمد الطرابلسي باش يكثروا حظوظهم في الربح يزيد يبعث اس ام اس على الرقم 85890 هاش قد ما تزيد تبعث قد ما تقوي حظوظك في الربح وان شاء الله مبروك على اللي باش يفوز به. ما معنى رقم اصلي؟ رقم اصلي هو الرقم الاول اللي باش نتصلوا به، هذاك اسمه الرقم الاصلي في صورة يعني مية. الرقم الاول اللي باش يخرج لك في الاورديناتور هذاك الرقم الاصلي، هو اول رقم، هو الرقم الاصلي هذاك الرقم الاصلي، الاخرين اربع معوضين. أربعة معاوضين في صورة ما أنه ما تحصلناش على كما صار لنا سابقا مرة ولا مرتين الرابح الأول ما هزش التليفون اضطرينا نتعداو اللي بعد تعدينا اللي بعد. شنو تقول للمشاهد بتاع قناة حنا بعد اللي شكك في هذه المسابقة وأنت معي منذ بداية أنه ديمونش حنا بعد وأنه سلمنا سيارات إلى أصحابها؟ شنو تقول وأنت العدل المنفذ المحلف والمقسم على القسم على القسم سي عبد الرزاق؟ يعطيك الصحة في النقطة هذيا.
انا يعرضوني برشا في الشارع وديما يتسائلوا وديما يقولوا ما فماش شفافيه. بالعكس انا من 2016 في ديمونش حنا بعض جميع السيارات تم استلامها باشرافي انا، وكما السياره هذيا باش يمشيوا اللي باش يفوز بها الجمعه الجايه باش يمشي يختار السياره نتاعو في الدار ونمكنوه بالوقت من المفاتح نتاعو وياخذ سيارته. ما فما حتى بالعكس نحن معناها محلفين، والمسؤوليه هي مسؤوليتي انا، مسؤوليه قانونيه. خلي يعرفوا اللي هي مسؤوليتك انت. مسؤوليتي انا مشاهد راهي لا مسؤوليه قناه حنا بعض ولا مسؤوليه الشركه المنتجه ولا مسؤوليه عبد الرزاق الشابي. يعني راهو عدل المنفذ السيد محمد الطرابلسي المحلف واللي حاط يده على القسم هو اللي يقوم بعمليه الاشراف الكل، وهو اللي يعطينا اللوكي نتاع الفائز، هو يقول هذا هو الفائز الوحيد ونحن نطبق ما تقوله انت. نعم، وهذه على مسؤوليتك قانونا وقدام ربي. قدام ربي. واضحين. شكرا لك سي محمد، اقعد معانا هاك ما زلت معانا. ولكن نحب نرجع مع سميه الحذروبي، نحب نرجع معاها الى التاريخ الى الماضي. سميه خلينا نذكروا كيفاش صعدت سميه الى هذه المرتبه من الفن، كيفاش بدات سميه الحذروبي؟ لانه الذاكره احيانا تنسى بسهوله. وين بديت؟ في برشا يعرفوا اللي بديت في طريق النجوم. خليني نقول الميسيون اللي ظهرنا فيها، أنا شاركت من قبل في مواهب على السلم مع علي الخطوه الاولى. الخطوه الاولى شاركت فيها ومشيت مشيت في بقعة الجمهور، حضرت نصفق، وفما يافي دي كانديدا اللي غابوا ما حضروش. دونك دخل علي قال شكون فالابل، شكون ينجم يغني وكل. كانديدا ما جاتش. كانديدا ولا دو ولا تخوا كانديدا. كان فما نقص حاسيلو في الموضوع. وانت مشيت في الجمهور. انا مع ليسي العمران الاعلى. مع ليسي عمران الاعلى في الجمهور، شوفوا الدنيا والحظوظ. حظوظ اشتا. وزيد بابا ما خلانيش نمشي يا اخي سيرفيون جينيرال، ولا اختارني انا واختي، كنت باش نمشي انا وحدي. كي وليت معايا اختي خلاني، دونك من الاول لا. انا قلت ما خلينيش نمشي لليميسيون، باش يخليني باش نغني في ليميسيون اللي بعدها امبوسيبل. امبوسيبل. وقتها يافي با دي كونديدا، وقلت لهم راني ما نجمش نشارك الا ما نشاور بابا. يافي با لا بورتابل، حتى شيء باش تكلم بوك، تتصل بعائلتك باش يعطيوك. تقول لهم لوكي، ما مش هكاك غايبين دي كونديدا، مشيت نصفق نقوم نغني. دونك بديت هكاك. متفكره عليه كلمنا في النمرو نتاع الدار. الوغ كانت فرحه كبيره على الاخر. شاركت وقتها غنيت على الجراج. كلم بوك باش خذا لوكي؟ اي 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 على كان الحق متفهم، احنا مازلنا صغار 13 عمرنا ومازلنا صغار يعني. ف كيف كلم بابا اقتنع، خاطر بابا يحب برشا علولو، يحب برشا رزوقه توا. ربي يخليه. فلا دونك كانت فرحه كبيره. اما من بعد جاي منزل تميم، مهرجان منزل تميم شاركت فيه انا وبرشا فنانين. يعني شاركت في مسابقه في الخطوه الاولى كمشاركه وكهو. الخطوة الأولى مشاركة، ما كانش مسابقة هي. كانت أنك محروم تغني، ما كانش فما برايمات ولا دونك كانت محليها التجربة، وإني أول مرة نطلع قدام كاميرا. بعدها في مواهب على السلم مع حنا بن عمارة كان فما مشاركة. قبل منزل تميم عاد قلت مهرجان منزل تميم. لا مواهب على السلم استنى خلنا نرتبهم بشوية، السخانة عملت فيا يا جماعة. بدينا مواهب على السلم، بدينا مع علي الخطوة الأولى، من بعد مواهب على السلم. اي. ومن بعد مهرجان منزل تميم. وقتها بديت ناخذ في الجوائز، وقتها. في مواهب على السلم جيت الاولى وقتها اول ما تعديت. في شكون معاك منزل وقتها؟ تميم جيت لا دوزيام. في منزل تميم خليني نقول لك، خاطر مواهب على السلم نسيت برشا، كنا برشا. كانت معايا هلال المالكي في هلال المالكي في منزل تميم. منزل تميم. امنه فاخر. امنه فاخر. اي. نسرين دريدي اللي توا ما نوجه لها تحيه اللي بعدت على الساحه. نسرين الدريسي. نسرين دريدي فوالا. انا ونسرين خذينا نفس المرتبه، الاثنين جينا الثانيين. الاثنين الاولاني كان اكبر منا برشا، اما شارك كمان وامن بحظوظه. تعرف شكون؟ محسن الشريف. محسن الشريف هو اللي جاي الاول، تحيه لمحسن الشريف. عملتها كانت في اللجنه شادي الحاجي، وكان فما سونيا مبارك، هو خاطر غنى تونسي، تعرفوا وقتها اللي جاي ويحبوا يشجعوا التونسي وشادي الحاجي يموت على غنى. صوته حلو برشا محسن الشريف. وسونيا مبارك نفس وقتها نتفكر هي لما خذتش جايزه تغشت برشا.
هلا المال وآمنة في بني ما نعرفش كيف كيف تغشت، لكن الحكاية كلها كانت أنه هذيك البدايات، وكانوا الفنانين ولا اللجنة متكهنين أنه الكلنا باش نوليو معروفين والكلنا باش نوليو مشهورين في الساحة الفنية. دونك جا طريق النجوم، خذاو من منزل تميم من المتوجين، خذاو منه البرنامج هذاك يتسمى من غير كاستينغ تاع دينا، خاطر الكاستينغ ديجا عملناه في منزل تميم. فوالا. من بعد شنو اللي صار؟ جيبوا لي مروحتي ولا ليس بعدها هي. ولا خليني نستقبل الدلاجي. خليني نستقبل الدلاجي ونرجع معك في الحوار. مصفى الدلاجي دلاجينو. اعطيني مزر. علاش التاخير وليد؟ ديما جينا مخر دلاجي. والله لا. اكلتك الاذاعات، اكلتك التلفزيونات. اكلتني الغولة. ماذا حدث لك يا الدلاجي؟ والله خويا نعرف اللي من منزل بوزلفة. بوزلفة بشوية جاية. أبرسا نستغلوا الوقت، احنا توا بطالة باش نخدموا في الليل، وتعرف الليل برشا سكون وبرشا هكا إحساس آخر، نجموا نكتبوا نجموا لحنوا. دونك سهرية تسعة نتاع الصباح نرقد، نقول صباح الخير للناس ونمشي أنا نرقد. وتمشي ترقد هكا وتليفونات الإنتاج تبدأ. قمت الصباح عين وطارت كرهبتي نلقى العجلة مفلوقة. كيف تعمل في خروة؟ كابو، منين جيت كابو؟ من مثل ليخيا؟ لا بحذا السنغال؟ لا بتونس، بتونس من نابل، من نابل من نابل. الكابو لا 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 لا، الكابو الكورونا، اسمع الكورونا ما ترجع العبد في ذاكرته كان بعد شهرين. ايه يا ولدي وقت القايله نتاعو بس تتقيل. يا كابو لا لا صحيحه الفازه اللي سمعت بها، قالوا لي في بالك تخليك راهو تنسى اسماء وتخليك وتخلي لك الحاجات دي كونسيكونس في حياتك. انا باغ اكزومبل بعد الكورونا اللي تضربت بها عندي تاكيكاردي، يعني ضربه زايده ولات عندي في القلب. القلب اه من 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 المخلفات. مخلفات المخلفات. دونك باش تاخذوا الترجي السنه. باش تاخذوا الترجي. دقه زايده. تحيه الترجي. نرجع معاك سميه. وصلنا لمنزل تميم ووصلنا الى الشهائد اللي خذيتها والمراتب. بعدين كيفاش كان الانتشار نتاعك؟ والله يا رزوقه عملت على روحي. شو النشاط كيف رجع هكا الحيويه؟ بالحق عملت على روحي، خاطر كنا نستناو في سويفي من البرنامج ومن راهو في كوكا وهذاك الكل اللي ما كانش باش يصير، لو كان انت ما عملتش على روحك وزاد شويه الحظ يخدمك راهو كيف تلقى موسيقيين كبار يؤمنوا بالاصوات الجديده وبالطاقات الجديده. انا لقيت محمد رضا اللي بعد طريق النجوم مباشره في نفس العام دخلت مع الكبار ومع النجوم راهو. دخلت نشارك مع عدنان شاويشي ومع محمد جبالي ومع، لقيت روحي في وسط الكبار نشارك في مهرجان الاغنيه مع بلحن محمد رضا وكلمات حسن المحنوش اللي يعني هي الغنايه وقتها لولا الهواء. لولا الهواء كنت رائعه. لولا الهواء عملها لي هكا على قياسي وياسر تهبل. ما خذتش الجائزه هي الحقيقه. ظلمت شويه وخليت حتى محمد رضا يقاطع المهرجان، لو كان تسمعوا تسجيل تو تعرفوا علاش قاطع المهرجان، لانه في الوقت هذاك هنيونا بالجائزه. اي طلبني محمد رضا عامتها 2004. اي قال لي سميه راهي الجائزه عندنا، معناتها سي بون والاخبار تسربت كما نقولوا. الاخبار وتسرب. التسريبات هذيك ما كانش في صالحنا، لانه كبار المطربين مش الكل فيهم، يمكن فنان يمكن زوز فنانين اللي عملوا هكا شويه هاي شويه هكا عملوا. دونك تحرمت انا بما اني صغيره واصغر واحده في وسط المهرجان، جافي 18 ans كيكا، دونك ما تجيش باش تعطي الطفله صغيره جائزه تخلي الكبار. لكن اهم الجائزه كانت التحيه اللي وصلتني من وزير الثقافه انذاك سي عبد الباقي الهرميسي، اللي من بعد فتحت لي البيبان يعني المشاركه هذيك باش دخلت الفرقه الوطنيه للموسيقى مع عبد الرحمن العيادي الاستاذ الكبير، وخدمت مع زيدا الكبار مع عدنان شاويش شادلي الحاجي في الفرقة الوطنية للموسيقى اللي مش اللي يجي نجم يدخل لها في الوقت هذاك. شكون فيها وقتها؟ فيها عدنان شادلي الحاجي الله يرحمها، منيرة حمدي منيرة حمدي الله يرحمه، حسن دهماني اي ألفة برمضان كريم لا في قبلي ممكن في القبل ولا بعد ما نعرفش، خاطر
هذاك عام 2005 2006 دونك وانطلقت الرحله من الوقت هذاك الحمد لله نجم نقول وقتها سمية عملت اسمها وتمركزت في الساحه الفنيه كما قلت لك هي انك تعمل على روحك وزاد الصدفه تخدمك وامكانياتك زاد تخدمك خاطر انت كي تدخل الميدان تدخل سيغ من روحك متاكد قريت موسيقى عملت اللازم باش تدخل الميدان الفني وتبدا مع الكبار والصدفه تخدمك وقت اللي الكبار يامنوا بصوتك وقت اللي محمد رضا وحمادي بن عثمان وبرشا ما نجمش ممكن نسمي الغدوه باش نسميه دونك هذاك اللي هزني الثنيه نتاع الاحتراف. مشات سميه للثنيه نتاع الاحتراف، سميه غنات مع الكبارات لكن المسيره توقفت شويه. في الجزء الثاني في الحوار معاك باش نرجع نحكي علاش تعطلت سميه الحثروبي وربما جي لاخر في ساعه طلع وربما ولا في المراتب الاولى. نرجع لسمية باش تجاوبني على هذا، ولكن قبل هذا شوفوا سبوت الكرهبة وراجعين مع سمية الحثروبي وضيوفي الكابو دلاجينو مها والاستاذ محمد طرابلس. الحظ يتواصل معاكم طبعا الى حدود الساعه 6. استاذ محمد طرابلس يعدل المنفذ، دونك الجمهور ينجم يبعث اس ام اس الى حدود الستة ان شاء الله. الستة نغلقوا المسابقة ان شاء الله وننطلقوا في السحب ويكملوا ليميسيون للاخر. اي باش يكملوا ليميسيون لانه من بعد باش نغنيوا الفرحة للي رابح وباش نشيخوا الدنيا باش كي نطلبوا نتحصلوا عليهم كمان. سمية وي تعرف اللي انت المطربة التونسية ربما الوحيدة اللي انا في تقديري تغني عبد الحليم. انا كي راك را عبد الحليم هكا في مخي. دلاجين دلاجين سمية تعرفت بعبد الحليم ولا؟ انا نقول حاجه اخرى. اي كي سمعت بسمية ام في تي الحقيقه تعرف ابار اللي تعرف تغني ياسر. شنو يا ياسر؟ لا حتى وتجيب الساعه سمية. شنو كلمة؟ انا من جميل الشرا. كل واحد يجي كل جمعة هذاك هو الكل. لا 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 كلام الدلاجي مخين اي كلام نقول حاجة. انا مبحاح ونعرف نغني برشا وهما يعرفوا. اما سمية نقوز وتعرف تغني. تعرف سمعت على الشيخ توبولا؟ اي تسوق لك لحمك. المرأة هذه تعرف تغني. سامحني في كلمة المرأة. اما السيدة هذه تعرف تغني برشا. واهم حاجه في سمية الحثروبي تعرف ايش شنية؟ شنية اعطيني اسرار سمية. لا كلها تعرف تغني. اي اما ابكي على القلب السمح. اي ابكي على التربيه. اي ابكي على الاخلاق. ابكي على الحن. ابكي على اللي تموت فيك، تموت في تنصهر في اصحابها. بكايه برشا راهو. نعرف. راهي تسمع بحد مريض، راهي تجري تسمع بحد توفى، راهي انسانه مواطنه صالحه برتبه فنانه كبيره. كابتن شنو ما يعجبكش في سمية وشنو اللي يعجبك في سمية؟ يعجبني كل شيء يعجبني في سمية على خاطر سمية نفس البدايات نتاعها كانت نفس البدايات نتاعي. قالت شوية ظهر وتلقى الناس باش يأمنوا بها باش يدزوها. أنا نفس الشيء، أنا صغير لقيت ناس زوج من الناس سي شادلي بن سليمان وسي فؤاد المبزع هما الاثنين وقت وزير الشباب والرياضة والواحد نتاعو شفت الكابينة نتاعو أمنوا بيا وقفوا معايا وبعثوني للعالم الكبير التدريب وعالم الشهره والشهره. مش مدخل بسم الله في عشان انا ذي نحب نعرفها. لا عشان مش مدخل بسم الله في عشان نجبد على سمية تقوم انت تحكي لنا على المزرعه والملمومه. لا على طريقها. شنو هذا؟ على طريقة هذا. هاب التليفون حط التليفون. يلا نحب تحية كبيرة برشا للأساتذة الموسيقيين فرقة زغندة اللي معانا ترافقنا اليوم بالطبيعة. شكرا لكم الأولاد يعطيكم الصحة وإن شاء الله مع بعضنا نقضيو
فايفي شايلة سلامي شايلة عمارة حبك ليا افرحوا لي دنيا أماني لا ولا انت حناشة تاني افرحوا لي دنيا أماني لا ولا انت حناشة تاني أول مرة أول مرة سمية الحاثروبي برافو دلاجي متغشش ياسر على حزب العلم ياسر متغشش ليه ياسر سمعتك سمعتك نلقاك مش نتغشش انا انا ندافع على حقي في الوجود واحدة اثنين اذا كان عندك موقف مني انا وغني في مش مريقل ما عادش تعيط لي على سخطك انت كصحافي ولا كاعلامي كبير يعني انت في التلفزة تنتقد مصطفى الدلاجي مش انتقاد فما فرق في اللغة العربية بين النقد والانتقاد انت عندك وتوقف في التلفزة تقلب الفيس تعيبها حزب العالم فيها 175 فنان دخلت العالمية 70 قناة عالمية حكيت عليها شبيك تعيط لي تحكي عليها نهار اللي خرجت ما بثيتهاش حتى قناة وبعد ما كتبت خنقول التوانسة بعد ما كتبت الكونترات ومع سي لسعد هذايا اللي نحاوة بعد قال لك ليه انا نهضة يا ولدي انا تكستو انا نهضة قال لك انا هنا نمثل النهضة لا هذا كلام على مسؤوليتك عادي على مسؤوليته هو وإذا كان يقول لي أنت مخرج التسجيل بالتليفون خاطر وليت نسجل أنا. أيه؟ أنت قلت يعني بان بكاشف اللي برشا قنوات متحزبة. إي ولكن إيش دخل سامحني سامحني. حزب العالم يحكي على عالم تونس. على إلغاء جميع الأحزاب مهما تفرقنا الأحزاب، علاش ما تعديهاش أنت؟ إيش بقاعد شو ما عداوها لكش؟ حتى قناة تلفزية وبعد ما كتبت الكونترات مع التلفزة الوطنية، إكسكلوزيفيتي التلفزة الوطنية والواحد. لا يا فهم، لا شمس فهم، لا موزيكا، موزايك، قاعد كان حنا بال تعدي فيها. حتى حد ما عدى حزب العالم 175 فنركز معايا كاميرامان 175 فنان تونسي واعلامي ورياضي وصحفي واطفال ما غنيتش انا اذا كان انت عندك مشكله معايا انا عندك مشكله مع ال 175 عليه انتوما ولا فما ناس مختصه وقت اللي يذبحوا في الشعام ينبعوا ينفعوا يذبحوا جنود نفس الشخص هو بيدي يغني على الموتى هو بيدي يغني على طنطا في عيد الجمهوريه ما نسميش في عيد الجمهوريه في عيد الاستقلال يا اخي انت عامل مورد رزق هذاك يا دلاش انت تقول لي الوطنيه ما عدتهاش باه نتفاهم بعد ما بعد ما اتفقنا والتاسع والتلافز الاخرى ظهر بالكاش كارتاج بلوس والتلافز الاخرى عندها مشكله معاه عداها كارتاج بلوس سي لسعد وهو اللي انتجها وهو اللي صورها في كارتاج بلوس وعادتها حنا بعد نحب نسال القنوات التلفزيه والاذاعيه علاش ما تعديوهاش تقول لي طويله تقعد تعدي ربما هذا سيد. لا لا ما يخلي حد شيء على تونس في الوقت الراهن ما تنجم تقول كان مهما تفرقنا الاحزاب يجمعنا حزب العالم مش لازم 11 دقيقه نجم نقولوها في 5 دقائق نقسم على ثلاثه ابدا انت تلوش حلول الرغبة علامة والهاني شاكر والفلان وصاحبك وشكون وما تلقاش حل حزب العلم تنجم تقسمها على ثلاثة وتعمل منها تروا ميساج خاطر هي فيها مذهب وبيت مذهب وبيت ومذهب وبيت كل هذا يصير ثلاث دقائق تعمل دي ميساج باش تعمل موتيفاسيون هذه اسمها دستور الشعب كيف نعيش كيف نمنع تونس كيف نحمي تونس يا اخي انت يا اخي انا غدا مش غناها في عرس ماهيش تجارية الحكاية ماهيش كوميرسيال لكن فما ناس مختصة تغني وقت لاتونتا تغني وقت الكار متاع محمد الخامس تغني وقت سقراط الشان هما بيدهم أربع كعبات لين ولاو يسترسقوا منها الحكاية فما ناس تستنى في أتونتا وتستنى في هجوم وتستنى في عملية إرهابية باش يعدوا لهم غنياته فما ناس تهز التليفون وقت اللي تصير ذبيحة في 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 الشعام يلا اللي قدر علينا ولا يعود علينا هذا اللي قدر علينا يقول له أنا وين توا يا سي فلان أنت قاعد تخدم بها الحكاية خويا سينو عدينا حوالي شكون مسكر عليك فما هاي فما فما فنان كبير قال لك هو يعمل حزب العالم انا ما زلت نعمل ما لم نقول هكا خليني نتكلم تو تو شي وقت نقول لك انت تخمني حاشم شوف إيه ليه بالحق برشا عندك براءة كل حاجة سينو نحي الفنانين الكل فما فافوريتيزم وديسكريميناسيون فما ناس تسترزق من الأزمة نتاع تونس فما ناس تسترزق في الاغاني ما فيش فلوس سينو عندنا حوالي توا اللي غناو الاغاني الوطنية ما انتظروش فلوس لا 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 اسمع عبد الرزاق انت تعرف وتعي ما تقول طبعا انت تبروفوكي فيا وانت تعرف اكثر واحد تعرف الحقيقه لا مش لا انت تعرف الحقيقه فيك. انت تعرف الحقيقه ما نحبك تجاوبني لا مش تحب انت تسال فيا سؤال المواطن اللي في داره تو انا نعرفك سؤالك هذا مش تاع عبد الرزاق خاطر انت
اذكى من كونك تسالني السؤال هذا. انت تسال في سؤال في سيدي بوزيد وفي توزر وفي نفطة، نوع من التسائل على لسانك انت. فما ناس مختصه وتسترزق من هذه الازمه كل يوم 4-5 غنيات خويا على الوطن، في بوشنال على الوطن، على الوطن برشا. ما تخلينيش صابر الرباعي من علاش ما تعداش حزب العالم؟ علاش ما تعداش حزب العالم؟ هو عنده الحق شيح لوريكو القائد 175 فنان والله عنده دخلت كتاب جينيس للارقام القياسيه اكثر من 65-70 دوله وقناه اخباريه وثقافيه واجتماعيه في العالم، المان، سياد، امريكا، تركيا، ليبيا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، مالطا، حكاوا معايا وحطوا لي مترجم وانت ما تعديهاليش. انا عندي حق في اذاعتك اذا كان انت تمتلك اذاعه راهو موزايك ولا شمس فام ولا اي اف ام ولا غيره. شبي صبرا فام يعديوا فيها؟ شبي في تطاوين يعديوا فيها؟ شبي في جربه في القنوات الخاصه يعديوا فيها؟ الا تونس لهنا خاطر لهم قنوات متحزبه. اما تو تولي تعديوا فيها بسبب قولهم قاعد تخدم فيها. انا نعرف ثمانيه شهور هزت لي 9 كيلو من بدري يا ريت تضعف وقتها مات. هزت لي 9 كيلو الدلاجي مات وقتها جيني تاعب 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 حتى الكلام ما عادش يتكلم. 9 كيلو هزت لي من بدني وهزت لي راحتي وهزت لي وانت والسميه حاضره 175 فنان من نهار تكتبوا حتى اللي نتصور هو حاضر على تسجيل الكل. تجي انت تصب 5 دقائق سميه الحفروبي بار اكزومبل وتمشي وانا غاديك عايش على ياغورت اللي الطبيب قال لي تقتل روحك خاطر ياغورت ياسر ياسر نعيش على ياغورت. وانا تعرف انك تمشي عمل نورمالمون يشرف البلاد في الاخر انت ما تعديهاليش تقهرني توجي الوقت ورد فاستي ونقهرك انا ولا يقهرك الوقت اذا كانت تو الظروف معاك. او يا ناريو بن علي ما قعدش بن علي وما قعدش اذا كانت ترى روحك عندك راديو ولا تلفزه تو. او يا ناري انا اقدم منك كارييري 34 سنه انت جيت البارح في الايام من والله الا فهمت شكون هما يعرفوا هما يعرفوا ما فهمتش شكون يعرفوا المواطن ماهوش قبله توا قايل بربي يختار يعرفوا شكون انا نعرف انا الدلاجي حبيبي للعظم وفما منشط حاسب روحه كبير هو اللي منع عليه باش نتعدى في موزايك. اما نقول لك انا راني قبلك انا راه انا قبلك وتنضحك عليك خاطر هذا صافي راه وانت تعرف انا نعرفك صريح الدلاجي شكون وهالمنشط هذه زعيم منعني من الموزايك شكون فكرة سامي الفهري؟ حتى نقولها لك انا في حنبة رد بالك رد بالك رد بالك الهادي زعيم الهادي زعيم ماشي عليها نور الدين بوطار باش ما نتعداش هو فنان اخر وانا ما نعاركش في التراك نراه تو اليوم يتفرجوا فيه 9 ملايين حتى نعاركك انا قدام 9 ملايين و9 ملايين تو يحكيوا الباقي ل 12 مليون اذا كان يتحارب فيه باش ما نتعداش انا في موزايك لكن تتعدى انت في موزايك نسمع لك تتعدى مع هو ما نتعداش في فكرة سامي من اللي سامي شاد الحبس انا ما عادش تعدى في فكرة سامي الفهري يجيب في الحولة ومحنك ودلاجينه 34 سنة انا كارياري انا تزيد عليه 6 سنين تلقى عمرك وقت اللي انت مربوط في الكراس بكرسي نتاع امك انا عايش السكسي لا لا عاد ما نقولوش هكا دلاش لا لا هذا هو دلاش يا لا لا هذا هو لا لا هذا هو ما يحبوش الحقيقه دلاش ما يسالش تنجم تلوم من حقك راه شبيك ما رديتوني نهار كل نهار نخلي لك مجال باش تلوم ونخلي لك باش تقول هو غلط تحب تعارك اما في حدود الاحترام امان لا احترام ونص واذا كان واذا كان عندك نكلمك حاجه هاي قدام الكاميرا باش من بعد ما نقولش عبد الرزاق يحكي وركبوا عليه لا لا انا هو اذا كان فما مؤاخذه قانونيه في كلامي تفضل سيد وكيل الجمهوريه من حقي باش تعدي في موزايك مش تعدي في اصحابك كل 4 كابات نتاعك لكن الدلاجي انت لا تستحق اي ذاعه انت تبارك الله ما شاء الله دقيقه ما شاء الله اسمك كبير نسمع فيك دائما في الاذاعات موجود اما علاش ما نتعداش علاش ما نتعداش علاش الهادي زعيم منعني باش قطع لي الدبر نتاعي وانا ما نعرفش في التراك الهادي زعيم راه سبحت انا في بالي لا مره هو دغوني وشد البغض هو كلموه اي خاطر انا قلت تو نكلموا انا الهادي زعيم وخلنا نفهم الحكايه خاطر هو ظلمني ظلمني ويعرف علاش ظلمني وانا طلبت السماح خاطر الموت تضرب تسرع وقلت لك اجي نصفي حسابنا وقلت لك سامحني راك غلط معايا سامحني راك غلط معايا يا اخي انت مشى في بالك هذاك ضعف انت تعرف اللي انا مقربة على بالي بولو يلا نبدلوا الجو خليه الهادي زعيم عندي انا مش الهادي وانا والله لما نطلبوا الهادي ونفهم الموضوع اسمعني يا ولدي نقول لك حاجه علي ما تسمعنيش راني هوني راني الدنيا كل في يدي هو يعارك هو يعارك وصوته وبزقاته تتلاطم واللي بجنبه من غادي هكا مختار التليني واقسم بالله يعملوا صحيت صحيت محلاش مختار في العمارة
لا مش تعمر فيه، لا مش تعمر فيه، يعني قاعد يقول في حاجات اذا كان صحيحه مش معقول، اذا كان صحيحه مش معقول. هو معاه يتعاتب في الكابورا. حرام عليك يا مختار، الكابورا ما يحبش الظلم. لا ما يحبش. وانا سي نور الدين بوطار، سي نور الدين، سي نور الدين بوطار، سي نور الدين بوطار، صاحب قناه موزايك واذاعه موزايك، راني ممنوع باش نتعدى بايعاز ودفع من الهادي صحيح، وراني عندي حزب العالم الكل عالم الكل حكى عليها، والتوانسه مجبورين باش يدخلوا اليوتيوب يتفرجوا فيها وما تعداش في موزايك. من فضلك من حقي باش نتعدى موزايك، هي متاعك صحيح، اما انت عاملها للعموم وانا واحد من العموم الفعالين واللي عنده تاريخه. تحبوا انت تاريخ كلب، تاريخ احول موجود التاريخ. رساله واضحه واضحه واضحه. مختار شبيك؟ أكد حاجه، انا موافق في الكلام الاخراني هذا الكل، حزب العالم ما تعداش. على خاطر، على خاطر انا نفس الشيء اللي صار، اللي هو صار لي هنا في موزايك، مسكرين عليها الباب والعفاطه قاعده تكذب. لا عادي، اعتذاراتنا للكلمه ذي. اسمع انت يقبلوا منك، يقبلوا منك برشا حاجات. اعتذاراتنا موجوده في اللغه العربيه. المشاهدين هربت في المباشر، هربت على الكاب في المباشر. اما وقت اللي يسكروا لك الباب في 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 اذاعه هذه جاي، هذه جاي، تتخنق وتولي تقول كلام كما هذا. هذه جاي، وتولي تقول كلام كما هذا. سي نور الدين بوطار ما خلونيش نقابلك وما خلونيش نوصل لك، جيت با مال دو فوا قدام الاذاعه، المره الجايه باش نجي نعتصم قدام الاذاعه. من حقي اول حاجه باش نقابلك، ومن حقي باش نتعدى. انا سام فعال. شو اعتصام قدام اذاعه موزايك؟ وي 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 من حقي. لا لا تو يقابلك من غير اعتصام وما غير حد شيء. على فكره وسي نور الدين نعرف تجربته الإعلامية وتجربته الصحفية، ما في بالوش إنسان يتفهم ويسمع وكل شيء ربما ما في بالوش. أنا لا إيه طبعا، ولا تقابلت أنا شخص على كل شخص. نحن خلينا مع الهادي لا. ومن بعد مع سينوبجي باش ما نظلمش. نقفل واختم موزايك نتعدى فيها برشا مرة، ديما نتعدى فيها، لكن في حزب العالم نحب نعرف علاش ما تعديتش. يا خويا باش نعديه تو حزب العالم. أوكي. يا خويا باش نعديها على قناة حنبعل في ظروف المباشر وعلى المباشر. أعطيونا حزب العالم إنتاج مصطفى الدلاج. خلينا نقول هذا راجل رو طبعا حزب العالم، تصور وإنتاج مصطفى الدلاجي. سمية شو تقول على حزب العالم؟ من أروع الأعمال اللي تعملت بصراحة في السنوات اللي شفتهم الأخرين. أوبريت واو واو واو، مجهود دليجي. وانا قلت من بكري، قلت الراجل هذا راهو قيمه ثابته في البلاد، راهو اللي كتبوا كي نقعد انا ومنعرفش قداش من فنان تلموا ما نجموش نكتبوا الربع نتاعو، راهو حكى كل شيء، قال كل شيء. ممكن هذاك علاش راهو الغنيه ما لقاتش حظها. توا نتصور بعد الوضع اللي تبدل، بعد الجو اللي تبدل، ونتصور الغنيه راهو خافوا منها، ولكن اللي خافوا منه جوفي. بصراحه ما هي خلينا في الفن، خلينا في الفن. هو الفن بعيدا عن الدلاجي، خلينا في الفن. لما كبيره تبارك الله، بغض النظر انا بجنبه واقفه ولابسه العلم هذاك، ما نحكيوش عليه هذاك كيما تغيبينه. اما والله حتى كلام اللعب، راهو تفرجت في ايطاليا في فرنسا كلهم عداوا الكليب نتاع الدلاجي. وهو انا كان جات الدنيا دنيا والله، بعد حمايه الحمان حط كليب هذايا حزب العلم بالحق، على خاطر يعبر على كل شيء وعلى الوضع الراه توا يعبر عليه. هذا الشيء اللي جرى لنا نهار 25 جويليه. هو قاعد يا جيراننا من قبل كاب. انا فوجئت، هو حكى على على الراهن التونسي منذ 10 سنوات كامله الى اليوم. انا فوجئت بالكلمات نتاع الاغنيه هذه، اللحن وكل ما من شانه فني، والناس اللي كانوا حاضرين كانوا في مستوى محترم جدا، وكانت الاصوات نتاعهم مقبوله. ماهيش فما ناس رياضيين نتاع كوره، لكن اصواتهم طبعا محترمه. فزاد وكملوا المشهد اللي هو مشهد انا بعمري ما شفت كيف حقيقه. برافو مصطفى، برافو على العمل اللي قمت به. برافو، احنا باش نصفق عليك مره اخرى. كل اللي صفق عليك راضي تو الدلاجي. انا ندافع على حقي جسكو بو، حتى كان ما ناخذوش حقي، راني عمري ما نموت وهذا يوجع فيا اللي فما على برا. تخاف من المداهن وتخاف من المغينن وتخاف اللي يحكي في التراكن. انا نعرف اليوم في السخانه هذيا وفي الحاضر هذيا، قلت لك على الاقل فما 9 ملايين يتفرجوا. انا نعارك في التلفزه واكثر واحد ضحك، تحب تضحك يا معايا للدنيا، اما قدام الكاميرا راني نقول الحقيقه حتى لو كان تؤلمك وتؤلمني 10 مرات ما نخبيش.
وما تخافش مني انا، تخاف من اللي يحكي عليك في التراكن يا هادي يا زعيم، انا نعاركك في التلفزه. يلا 90 دقيقة خلينا نبدلوا جو شوية. نحب نقول انكم نجموا تواصلوا تبعثوا اس ام اس باش تربحوا الكهرباء، مازالت ساعة تقريبا ومن بعد يجيب حذايا العدل المنفذ للقيام بالقرعة باش نعرفوا شكون اليوم اللي باش يربح الكهرباء، اليوم يتحدد مصير الكهرباء. نمشي لسمية خبدلوا الجو، يلا دندنة نعملوا شوية دندنة. مع شكون نعملوها الدندنة؟ مع فرقتنا الغالية، فرقتنا فرقة زغندة طبعا. والله نعمل شوية دندنة هكا بالقاعدة ونحن قاعدين. شو نقول حاجة لفرقتنا؟ إذا فرقتي فرقة سي عبد العزيز زغندة اللي هو زوجي طبعا كلكم تعرفوا، 10 سنوات وجاوا اليوم على خاطري للبرنامج طبعاً. وحضروا على خاطري، ويشرفني جدا انه موسيقيين كبار في الكاليبر هذا يجيوا على خاطر اصحابهم. تحيه لهم تحيه لهم تحيه ما تحشموني على روحي، يعرفوا الظروف والكل. كيف قلت لهم مش تجيوا للبرنامج معايا، صدقني كلهم جاوا متطوعين، وذيك العشره وذيك الصحبه وذيك المحبه وذيك اللي دو مرحبا بكم برشا 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 برشا. اي اندندنوا معاهم. يلا نعملوا دندنة. دندنة بالقاعدة ولا بالواقفة يا سمية؟ تحب كيف نقعد ولا نقعد؟ غناية اسمها دندنة. دم فيه
روح قلبي أنا ده أنا 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 أنا
شاء الله ما شاء الله عليك يا سمية، ما شاء الله عليك في الأداء وفي المستوى اللي غنيت به. أيضا نحب نقول برافو للفرقة المصاحبة، فرقة زغندة، يعطيك الصحة في العزف اللي سمعناه. برافو 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 برافو. أي سميهم طبعا الأولاد كل اللي كنت تسمعوا فيه أمين بوديدح، أمين بوديدح هذوما زوز اخوات ولاد عمة عبد العزيز غندة، يعني من العائلة الفنية. عندنا سامي قانونجي نتاعنا الغالي، سامي القانونجي الغالي ثاني سنادلي ولا، وعندنا مجدي مجدي وعندنا سفيان سفيان عبد الله فريكا، شكون ما يعرفش عبد الله فريكا؟ شكون ما يعرفوش عبد الله من الافريكا؟ انا نعرفو التاريخ. فاضل 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 احلى 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 فحلول. احلى فاضل وعلي جوليت وعلي هذا التاريخ كله. شكري بوتي تحقلت قلت شكري وامين اخويت الارجو وشكري وامين بالطبيعه، تحيه ليهم ايضا سوليست نتاع يا ولدي، تحيه ليكم الكل الكل. برافو 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 فيهم والله العظيم. ما عندي مقول، يلا مش مشي معاك في بعض الاسئله سمية. نمشي يلا، السؤال رقم واحد مع سمية الحثروبي وتجاوبني سمية. ربي يستر. خلك لو كنت مش فنانة شنو كنت تنجم تخدم؟ حنانة. لا بالحق أختها فنانة. لا والله. شنو كنت تنجم تكون هكا حلم في المخ؟ لا مش أنا، حلمة بابا كان يحبني محامية. إي. أما أنا هكا ولا هكا، الفن يلم المهن الكل. لا يلم. إي لا يلمهم، والله يلمهم. أنا سهريتي فيهم محامين وفيهم أطباء وفيهم برشا معناتها ديكادر في البلاد يحضروا لنا، وفما ناس زادة عاديين يحضروا لنا، والشعب كل الفئات، يعني احنا نتعاملوا مع الناس الكل. كان ما كنتش فنانة نكون فنانة، ما نجمش نبدل. هذاك اللي أعطاني ربي وذاك موهبتي وذاك هو. السؤال الثاني. يا اختي شنو هذا؟ السؤال الثاني، انت ديما كنت تحس في روحك طفل مش طفله. اي والله اي قبل وانا صغيره توا باين عليا هكا. لا انوثه كامله توا. نحكي لك الحكايه كلها. اي ان بابا عنده وليد كهو، واحنا خمسه بنات حاش عينيكم. دونك كان كل مره يزيد بنيه يسخيبها وليد باش تجي وليد، ينخلط انا. امي قالت بدلوها في السبيطار، هذه امبوسيبل باش تجي بنيه، بعد ثوكم الكل تزيد تجيب بنيه. الوغ بابا مني انا صغيره حتى لعمري 12 سنه حبك وليد، شعري قرصون. اي علاش توا ما تقتلني ما نقص شعري مع ما علي لي كرهت شعري. ليه بالحق كنت نمشي لعم محمود الحجيم الله يرحمه في حي ابن خلدون، يقولوا نحن حومه حي فرنسا، كان يهزني الحجام رجال، عمري ما دخلت الحجامه مع امي. والله والله اوغوزمون عرفت اللي احنا حاسين اللي الحكايه من بابا يحب يزرع فينا مش هكا الغارسون مونكيك المنظر وبرا، لا لا الروح الروح نتاع الرجله. اي انت لازمك راجل تدخل، اي تدخل حجام رجال. نهزك معايا الاستاد وانا صغيره، دخلت الاستاد بعد كبرت شويه، صارت فازه هكا، فما شكون هكا قال كلمه درا شنو، بابا بطل ما عادش يهز الاستاد فوالا. دونك عشت طفوله تضحك على الاخر، نلعب بالبيس، نلعب بالزربوت، عرفت انتقمت منها كالانوثه اللي انا ما لقيتهاش اللي تحرمت منها في فتره وي 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 بالحق. واضح. نمشي للسؤال الثالث. ما زلت تتفكر اول حب في حياتك؟ ما زلت تفكر اول حب؟ اول حب بحب شنو ساعه؟ حب كمتاع المكتب وهكا؟ ليه يعني؟ ليه ما تنجمش تتفكروا؟ والله تنجم تتفكروا، اما ما تفكرش شكون؟ شكون هو اللي اول حب حبيته انت هكا صغرونه؟ اما اول حب في حياتي هو راجلي عبد العزيز، ويقعد ديما هو اول حب في حياتي. وقتاش تعرفت على عبد العزيز؟ 2004 2004 صدفة ولا لي حاضر الأولاد حاضرين صدفة ولا في الغناء وأنت تغني في الفرقة نتاعه؟ لا لا هو كان عرض فني 2000 لا سامحوني 2003 كان عرض فني، عملنا مهرجانات ومع حاتم دبلون زميلنا زادة. أول ما بعث لي بصح معي الكونترا بعث لي عبد العزيز راجلي، معناتها أول لقاء معاه كان باش نصح الكونترا باش نخدم معاهم العروض.
يا اخي صححت كونترا صديق اخي بعد زوز كونترا تويت ما زلت فيهم التوا تصحح معاهم في الفرقه وتصحح معاهم ومصحك الكونترا والدائب في الدار يلا نمشيوا للسؤال الاخر الرابع معجب او مهووس عذبك في حياتك ومنعك مره منعك من بركاج من هذه والله على الفيسبوك وصل راه وكتب لي قال لي علاش قلت هكا وكل وقت حكيتها اي حكيتها تحب تقول عليه نحب نقول اللي محليها الرجله نتاع الحوام كهو يحب طفلة حتى لو كان هي ما تكونش معاه يحترم. يحميها ليه يحميها يحترمها هذيك مفروغ منها اما يحميها وهذا مهم برشا صحيح برافو نجمو نعطيوه تحيه بيان سور اي ولدهم سي قديمه ان شاء الله بركه ما تلقاوش قدام الدار يلا نمشي اللي بعد لشكون تقول سامحني لشكون تقول سامحني لمن تقول سميه الحثروبي سامحني يا سامحني والله ما عمري ما ظلمت حد عن قصد يعني ما نعرفش كان نهار ظلمت عبد من غير ما نقصد اي وممكن كان ظلمت في الدنيا هذه ممكن ظلمت روحي لفتره في فتره معينه ظلمت سميه ظلمتها اي ظلمتها سي فغي فاش ظلمت سميه؟ سميه في خير ونعمه الحمد لله صوت جميل الحمد لله اداء رائع حضور متميز زوج ما شاء الله عليه الحمد لله نجاح شو تحب ما شاء الله زاد ماذا تطلبين من الحياه؟ ظلمت روحي في الفتره اللي بعدت ما كنتش قويه برشا سلمت فيسا فيسا معناتها دخلت وقتها دخلت جيت ظروف كان مشينا نحرك فيك شويه والله ونستدعاك انت. اي اي وتبدا تعرف بالحقره بالحقره ونحكيو 2014 2015 2013 2016 بالدزين انا بالدزين سميه بالدزين بالحق على كل عدتي متألقة الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي ربي يلا نمشيو وانتم تنجموا تربحوا الكهرباء ما زالت تقريبا 45 دقيقة وينتهي نسكروا اللعب الكل وما عادش تنجموا تربحوا الكهرباء 45 دقيقة ما زالت في ايديكم ابعث اس ام اس الان باش تربح الكهرباء 6-6 باش يكون إلى جانبي عدل المنفذ وباش نقوموا بالسحب يلا ابعثوا ربما تكونوا رابحين نمشيو لسبوت الكهرباء إذا نبعثوا اس ام اس باش تكونوا من الرابحين كابو الكهرباء اليوم لشكون تتمناها بصراحة اليوم باش نعملوا السحب نتاع الكهرباء باش نعرفوا شكون الرابح أنت لشكون تتمناها هكا في مخك أنا في مخي نتمناها الواحد ولا واحدة زوالية هكا أي باش على الأقل خاطر نشوفوا فيه برشا زوالة ياسر في مستوى يلقاو واحد يعني باش يعيشوا به مورد رزق مورد بصراحة كهرباء كيما ذيك مورد رزق واضح دلاش لشكون تتمناها بصراحة؟ أنا نتمناها الكوب اللي يأجل في عرسه على الأقل عامين ثلاثة يحب يفرح بحبيبته يا أخي يجيبك أنت في العرس أنا وكان يربحها ويبدأ زوالي نحب عليه أنا مأجل تشيلوا بلاش؟ بلا نزلوا فرقتي وأنا ونعاونوا كل زر المهم أنا قلت نعاودها البلاد هذيا ينجم يكون فيها كل شيء حتى الفلوس حتى نجيبوهم بالقانون يجيو يحبوا على السعادة الفرحة الراحة ما فماش فرحة في تونس ما فماش سعادة وأنا أستقي السعادة منك كي نلقاك أنت بتبسم أنا نتبسم دونك الفرحة والسعادة دونك أنت تهديها تحب كوبل يربح كوبل متأجلين عرسوا معاهم واثنين وثلاثة واسمع وحات شهريته على شهريتها هذوك شريوا بيت النوم والغاز والفريجيدير ويستنى وقتاش يعرس هيك المرحلة هذيك وتجيهم كهرباء ولا شيخة حب كهرباء حب والسعادة حاجة نحن ما عملنا كراهب ما كريتش خدمنا أنا قعدت رئيس تحرير درت قديش 20 سنة نمشي على سقايا من باب جديد نهبط الشارع اليمن وين سي كابوتي وقتها تعرفني نمشي على سقايا ما عملت كهرباء يا ربي كيفاش عملت نحكي لك نكته انا 9 سنين وانا صغير نجي على اللواج من منزل بوزلفة كنت نجي على كهربة البرتقال نهبط في بير القاسعه ونجي على سويقاتي 9 سنين على اللواج ونحب تحيه للواجات الكل يعرفوني باب عليوه منزل بوزلفة وقت اللي شريت كهرباء ما نسيتش فضل اللواج وعملت يا اللواج خلي لي بلاصه قلبي جريحة توحش ناسا خذيتها وقتها فاطمه بوساحه وعملنا بها سكسي كبيره برشا
ما هي الكرهبة الأولى ويني؟ إن كرهبتي أنا بعتها. والله مش نعمل لها إن شاء الله حتى نخلف الثانية. أما أنا وكان جيت نشري بفلوسي راني الواحد من وليداتي يخدموا بها هما الكل وأنا كل يوم نشرط عليهم يهزوني فيها. وإلا كان هذية متاع الربح أنا نتمناها العبد هكا يتمنى باش يكسب كهرباء وما عندوش كيفاش وتجي هكا هدية. يا رب والله. إن شاء الله كيكة هذا ينجم يربحها واحد عنده كهرباء أخرى. أنا نتذكر واحد من باجة جاني لهنا ربح الكهرباء صدقوني ما واش يضحك. سلمت له المفاتح يقول له اضحك راهي كهرباء. قال لي ليه عندي ثلاثة كهرباء. أقسم بالله طلع عنده ثلاثة كهرباء نتذكره من باجة وقت. سمية الحاثروبي. أنا عامني والكنت حاضرة معكم راهو زادة في الفازة نتاع الكهرباء. الفازة بالكهرباء. في حلقة الكهرباء باش نعاود كلامي اللي قلته عامني وصار هو بيدو راهو عامني كنت أتذكر قلت إن شاء الله يطلع حد ما عندوش دار ياخذ الكهرباء ويبني بها هكا حتى دويرة. يا أخي صفا المرأة اللي ربحت المرأة ذيك من نابل عندها تخدم في الملاوي مسكينة ومطلقة وعندها ثلاثة صغيرات وكي بعتنا لها الكهرباء حياتها تغيرت. حياتها تغيرت. هذاك اللي باش نعاود نقولوا ان شاء الله حد هكا ما عندوش دار عنده حتى ترفهويه الفوق يبني في فوق دار بوه فوق دار خوه. المهم يكسب دويره. المهم تحلوا برشا جوينح وتحلوا برشا بيبي. سميه سميه الحثروبي شوفي غيره جديدك هذا. شوفي غيره اي احكي لي على جديد. اخر اغنيه هبطتها اول كليب نتسمى صورته فريمون صورت كليب بالحق المره ذي. مش انت ما صورتش قبل كليبات؟ لا 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 صورت مع ثوره مع سفيان الشرني كانت محاوله وكان كليب مش خايب في اطاره مع وقتها ثوره وفرحانه ومن بعد ماش حب اصلا انا نعديها. اما هيدي عملتها من القلب وبرشا محبه والاغنيه اخترتها وركزت معها معناتها كل بالكلمه بالكلمه وبالموقف بالموقف. الاغنيه تقول شوفي غيره ايش اداكي تمشي معاه شوفي غيره هالرجال وعد الله شوف اللي يحبك ويصونك لا يهينك لا عمره يخونك في وقت الشده تلقاه. والكلام حاتم الجيزاني. حاتم الجيزاني اللحن مغربي نجات عتيبو وانا نعشقها الاغنيه هذيا وفما اسباب برشا خلتني نختارها ففرحانه بها انه نلعبت. العنوان هو بيدو وانت بدلتها. احنا بدلنا حتى في اللحن يعني خدينا الكلمه بنتك الكلمه والكلمات الاخرى مغير غيرهم حاتم باش نمشيو الموضوع العنف العنف ضد المراه. دونك حتى الكليب يحكي على العنف ضد المراه. ادخل الشين يوتيوب نتاعي يا سيدي باش نعديوها توا اي يفرجوا توا يدخلوا الشين يوتيوب. هي تقدم قاعده تقدم قدم وين تحب باي وين تحب يشوفوا اي نحبهم يدخلوا الشين يوتيوب سمية الحثروبي ويحطوا لايك ويشتركوا بالقناه وكل فازيد كل ما نحل الشين زاد. يلا نشوفوا كليب شوفي غيره لسمية حثروبي.